للمتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد عز العرب، الباحث في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، ما الإشارات التي يمكن أن تلتقط من رد الفعل السعودي الذي جاء حازما وقويا؟ هناك عدة رسائل أساسية وجهتها المملكة العربية السعودية من اتخاذها هذا الإجراء ردا على السلوك الكندي. أولا، أن سمة رفض سعودي كامل ومطلق فيما يتعلق بالتدخل الكندي في الشأن الداخلي السعودي، أيا كان، سواء كان شأنا يرتبط بوضعا سياسيا أو يتعلق بشأنا قضائيا. وكما جاء في التقرير الصادر والبيان الصادر عن الخارجية السعودية أن ذلك يمثل مساسا بالشأن الداخلي السعودي وتغولا على دور السلطة القضائية. الإشارة الثانية، أن المملكة العربية السعودية لا تحتمل أي توجيهات من الخارج بما فيها قوة دولية مثل كندا، وبالتالي كان هناك إجراء لا أعتقد أنه إجراء أحاديا وإنما إجراء مركبا يرتبط بإعلان أن السفير الكندي في الرياض غير مرغوب فيه، استدعاء السفير السعودي داخل كندا، والتصريحات التي صدرت عنه تشير بلهجة عنيفة إلى ذلك، بالإضافة إلى رسالة ثالثة وهي عدم رغبة المملكة العربية السعودية من أي قوة دولية أخرى سواء كانت كندا أو غيرها أن تحاول أن توظف هذا الملف بشكل أو بآخر الإجراءات لأغراض أخرى. ورد الفعل هذا إلى أي حد ترى يعني أنه جاء ردا على التدخل الذي جاء ردا على التدخل الكندي قد يدفع كندا بالعزول أو التراجع عن موقفها وتصحيح هذه العلاقة التي توترت؟ أولا، هناك عدد من المحددات الرئيسية. المحدد الأول أن السعودية قوة لا يستهان بها فيما يتعلق بالتعاملات الكندية السعودية على الصعيد التجاري والاستثماري، ولا أتوقع أن تضحي كندا بمثل هذه المصالح التي تصب في مصالح البلدين وفي المصلحة الكندية. النقطة الثانية، إنه لا يمكن التعويل على دور إيران، أن سمة دور لإيران بشكل أو بآخر تحاول أن توظفه للإضرار بمصالح العلاقات السعودية الكندية، لا سيما أن سمة توتر ما في العلاقات الأمريكية الكندية، وتحاول أيضا إيران أن تدخل على الخط للإضرار بمسار علاقاتها مع السعودية. النقطة الثالثة، أن المسألة لا ترتبط بعلاقات كندية مع السعودية فقط، وإنما إضرار أيضا بعلاقات خليجية كندية، الموقف الذي اتخذته الحكومة البحرينية والموقف الذي عبر عنه وزير الدولة لشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش، يعبر بوضوح أن سمة موقف اتخذته كل من الإمارات والبحرين دعما للموقف السعودي. الأكثر أهمية من ذلك، أنه لا يتوقع أن تستجيب الحكومة الكندية لبعض المعلومات التي لا تستند إلى ركائز ومعلومات حقيقية. شكرا لك دكتور. فيما يتعلق بالضغط على بعض النشطاء المجتمع المدني، لا سيما وأن السعودية تشهد حركة إصلاح حقيقية في تلك المرحلة. من القاهرة دكتور محمد عز العرب، الباحث في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.